يرى السعادة في ملازمة المرضى والحياة في تضميد جراحهم. الدكتور زكريا محمد رافق على مدى 25 عاما مرضى الدم والأورام من الأطفال في مستشفى المدينة المنورة. طبعا هذا المريض هذا يعني أصيب يعني بمرض هذا سرطان الدم يعني قبل يمكن 4 سنوات، والحمد لله ربنا يعني يسر وأنه تم علاجه في المستشفى، والآن الحمد لله تماثل الشفاء، وهذا الحمد لله ما يميز يعني هذه الأمراض في الأطفال أن نسبة الشفاء عالية جدا. الطفل أرمان هاجرت به أسرته من مكة إلى المدينة المنورة بغية طلب العلاج فأنقذوا حياته هنا. كيف حالك يا أرمان؟ الحمد لله. كيف دحين يعني الحمد لله؟ توقف العلاج الآن الحمد لله؟ مثل السيد أحمد بن عبيد حمد ورفاقه نواة خير وبركة لأهالي المدينة المنورة عبر تأسيس مركز طيب الخيري للكشف المبكر عن السرطان. أكثر من 42 ألف شخص خضعوا للفحص، بينهم 312 إصابة بالمرض عولجت وشفيت بنسبة تقدر ب 95%. نجحت ولله الحمد أنا وزملائي في عمل مركز الاكتشاف المبكر للسرطان بقيمة 5 مليون ريال. الآن حلمي أنا وزملائي أن نصنع مركز للعلاج بالأشعة العلاج النووي بقيمة 60 مليون، وإن شاء الله سوف نحقق بإذن الله عز وجل في المدينة المنورة. يحقق مركز طيب الخير للكشف المبكر عن السرطان أمنيات المرضى من مركز ثابت إلى عربة متنقلة تعرض خدماتها مباشرة على الأشخاص أينما كانوا. من المدينة المنورة خميس الزراني، العربية.